النوع الثاني من النون كيراتينوسايت سيلز اللي هي اللانجرهانس سيلز أربون مارو ديريفت، هي جاية ديريفيتيشن أو الأورجين مالتها من البون مارو. usually most clearly seen in the spinous layer. أكثر شيء تشوفوها موجودة بالسبينوس layer بالسبينوسيوم. cytoplasmic processes extend from this cell between the keratinocyte of the all layers. إحنا عدنا ال هاي ال ال Langerhans cells بيها cytoplasmic processes أو projection. بعرف هي هاي ال Langerhans cells شوفوها. راح يسوي بعض بها هاي البروجكشن. شنو ممكن؟ ممكن تدخل بين الطبقات مال الكيراتينوسايت، يعني هي مو موجودة بالأكثر شيء بالسباينوزيوم، ممكن تروح للبيزا لاميني، ممكن تروح للجرانيولوزيوم. They are capable of binding, processing and representing antigen to T lymphocyte, thus providing an immunological component to skin overall protective function. هي ايش راح تسوي لنا؟ هي راح تنطينا فد انتيجين للتي لينفوسايت. يعني شنو؟ يعني راح تنطينا مثل شلون اقول لكم، مثل الاشعار انه اكو فد خلل بالمناعه او فد خلل او فد مرض حيصير، حتنطينا يا اشعار للتي لينفوسايت. هذا يسوي لنا immunological component to skin overall protective function. فهي لما حتنطي فد اعاز هاي Langerhans، تنطي فد اعاز للتي لينفوسايت، معناها هي راح تحافظ لنا على البروتكشن مال السكن، يعني هي دائما راح تنطي اعازات اذا اكو اي خلل او اي خطر. الماركل سيل اللي هي ثالث نوع من النون كيراتينوسايت سيلز، ميكانو بروسيس ريسبتور سنس اوف تاتش وذ سمول نيورو سيكريتوري جرانيولز ريليتد تو ديفيوز ان نيورو اندوكراين سيستم. ايش قلنا؟ قلنا انه هذا قبل شوي قلت لكم انه هذني ايش حيصير؟ حيصير نيورو اندوكراين سيستم. يعني شنو؟ يعني اكو ديفيوجن صاير بين النيورو بين الاندوكراين. سو هذا ايش حيسوي لنا؟ هذا الميكستشر بين النيرفس سيستم بين الاندوكراين حيسوي لنا فاسيليتيت للديفيوجن مال الهرمونز للبلود ستريم. فهنا شنو هاي الميركل سيل؟ الميركل سيل شوفوها هنا هذني موجوده بشكل كلش قليل بين طبقة الإبيدرمس وبين الديرمس. They are derived from neural crest cells. قلنا من neural cells located in the basal epidermal layers and at the bases of the hair follicle. موجودة بالبيسز مال البيزال لامينا، مثل ما دا أقول لكم هي بين الإبيدرمس وبين الديرمس، فموجودة بآخر طبقة اللي هي البيزال لامينا. وهم موجودة بالبيسز مال الهير فوليكل مالتنا. The vasodilatory steps of the cell contact expanded terminal discs and myelinated sensory fibers that penetrate the basal lamina. هاي السيرفس يصير بيها فد contact أو expansion بين باقي الطبقات مال السكين. فبهاي الطريقة راح تسوي penetration بين البيزا لامنا وبين باقي الطبقات. Now the miracle cell carcinoma. هذا أخطر نوع من الكانسر بالسكين. Tough and common. Are very aggressive. كلش خطير. And difficult to treat. صعب بيتشافه. Merkel cell carcinoma is 40 times less common than malignant myeloma. هو كلش يعني انه هو معروف، يعني ما موجود. But it has twice mortality of the disease. هو صح ما معروف مثل المالينجنت مالينوما، لكن هو عنده الريسك مال معدل الوفيات هو ضعف الريسك مال معدل الوفيات المالينجنت ميلانوما. هذا يكون هيك شكله. epidermis of the thin skin. thin skin عندنا اللي هي موجودة الهير سكين، يعني ما عندها stratum lucidum، عندها بس أربع طبقات اللي هي البيزل، السباينوزيوم، الجرانيلوزيوم والكورنيوم. وهنا عندكم يقول لك السباينوزيوم، الجرانيلوزيوم والكورنيوم هن thinner. الديرمس. الديرمس composed of the connective tissue. قلنا احنا الديرمس هي عبارة عن connective tissue بها elastic fiber بها collagen fiber. Composed of connective tissue that support the epidermis and bind it to the subcutaneous tissue hypodermis. قلنا إنه هي شو تسوي؟ هي تسوي فت support للإبيدرمس. هي هاي الديرمس تسوي support للإبيدرمس اللي فوقها. بنفس الوقت تسوي binding بين هاي الطبقة مال الإبيدرمس وبين الطبقة مال الهايبوديرمس اللي جواها. Basement membrane is always found between the stratum basale and dermis. شوفوا. هاي الديرمال بابيلي اللي هي اصلا مال الديرمس، هن هذين التعرجات. ف
فهنا شنو هاي عندنا؟ هنا عندنا هي البيزل لامنا او البيزمنت ممبرن، فوقها هنا عندنا اللي هي البازلي الستريتوم بازلي. فهي شنو اللي يفصل الديرمس عن الستريتوم بازلي اللي بالابيديرمس اللي يفصلهن؟ هو البيزل لامنا. Nutrients from the keratinocyte must diffuse into a vascular epidermis from the dermis vasculature through the basement membrane. احنا عندنا النيوترينت الموجودة بالكيراتينوسايت هاي شلون راح تسوي diffusion بينها وبين الديرمس؟ عن طريق البيزل لامنا هذا اللي عندنا. فأي نيوترينت صار عندنا هنا تنتقل للديرمس عن طريق البيزل لامنا. Layer of the dermis. أول شيء سأقول لكم هي ال papillary layer اللي هي هاي اللي هي تعرجات. Thin خفيفة occupies the dermal papillae composed of loose connective tissue with fibroblasts and other connective tissue cells. هي قلنا إحنا الديرمس هي عبارة عندنا عن connective tissue، فهي عبارة عن loose connective tissue بها fibroblast وبها بعد cells such as the mast cell and the macrophages. Extravasated leukocytes are also seen. بها همين leukocytes. الريتيكولار لير، هاي اللي هي الريتيكولار، شوفوا هاي مو طبقة ثين، أي شيء ريتيكولار يعني ثيك، يعني بها ريتيكولار فايبر، والريتيكولار فايبر هي معناها إنه أكثر فايبرز أقل سيلز، so thicker. Thicker composed of irregular dense connective tissue. Dense شوفوا سنا عنا عدة فروقات، إنه هنا ثين، هنا ثيك، هنا بها loose connective tissue، هنا بها dense connective tissue. Minerally bundles. شوفوا ناش يقولك إنه fibroblast و connective tissue cells. ناش يقول has more fibers and fewer cells من البابيلاري. ليش؟ لأن هي reticular. معناها بها reticular fibers بها أقل cells. A network of elastic fibers also present in providing elasticity to the skin. همنا عندنا network مال elastic fibers اللي هي تنطينا elasticity للسكين مالتنا. Medical application. While growing لما ننمو collagen fibers thicken. الكولاجين فايبرز الثين عندنا راح يصير بيها thickening. Elastic fibers steadily increase in number and thickness. الإلاستيك فايبرز بوجهنا راح يصير بيها أكثر، يعني عددها يكون أكثر من الكولاجين فايبرز. The elastin content of the human skin increase approximately fivefold from fetal to the adult life. الإلاستين البروتين مال الإلاستيك فايبر راح يزيد خمس مرات، يعني خمس طبقات من عمر الفيتال الفيتس، يعني من عمر الجنين إلى حد ما يصير أدولز، حيبقى يزيد بشرتنا. In old age لما يكبرون الإنسان تقدم بالعمر extensive cross linkage of the collagen fibers, the loss of the elastic fibers and the degeneration of these fibers due to excessive exposure of the sun solar elastosis. شو راح يصير عندنا؟ حيصير عندنا cross linking of the collagen fibers. شايفين انه هون الكبار بالعمر يقول لك الكولاجين بشرتهم قل، او مثلا اشرب كولاجين حتى يرجع الكولاجين بشرتك، لانه راح يصير عندنا linkage بهذا الكولاجين فايبرز، ويصير degeneration of fiber due to excessive exposure للسن. ما حتقدر هاي الفايبرز ترجع تتجدد ببشرتنا، يعني احنا طول الوقت معرضين للاشعاع الشمسي اللي هو solar elastosis causes the skin to become more fragile. حتكون السكن عندنا هشة اكثر او متجعدة، supplements بها ليونة و over wrinkles بها over wrinkles اللي هي تجاعيد اكثر. فهو هذا كله بسبب انه اللينكج مال الكولاجين فايبرز والإلاستيك فايبرز راح تقل عندنا بالجسم، لان هي تبدي الإلاستيك فايبرز من عمر الفيتس لحد ما نوصل للأدولت، لكن بتقدم عمرنا راح يصير عندنا قلة بهاي الإلاستيك فايبرز وراح يصير عندنا لينكج بالكولاجين فايبر، فهو راح يؤدي انه البشرة مالتنا بسبب تعرضها للشمس ما راح يصير بها ديجنريشن للفايبرز مالتها، وراح يؤدي انه يصير هشة ولينة. Ehlers-Danlos syndrome. شوفوا هذا السيندروم موجود. There are considerable increase in the skin and the ligament extensibility caused defective collagen fibril processing. راح يصير اكو فد ديفكت بالكولاجين فايبرل، فهذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي السكن مالتنا بيها extensibility، انه السكن تصير مطاطه عندنا مثل ما تلاحظون بالصوره، انه السكن تنشد. احنا السكن مالتنا ما تنشد بهاي الطريقه، لكن هذا هنا صار اكو ديفكتيف بالكولاجين فايبر بروسس. طبعا هنا تكون خلصت المحاضره مال اليوم مال السكن، ان شاء الله اكون وفقت بشرحها. طبعا المحاضره هي مو ثقيله، المحاضره بها هوايه حفظ وديتيلز اكثر من المحاضرات السابقه، بس ان شاء الله تكون سهله عليكم. كانت معكم سجاد، شكرا لاستماعكم ومع السلامه.